هكذا هو حال بيت من بيوت الله في الجزائر العاصمة، ركوع وسجود، تلاوات قرآن وتضرع بدعاء، وبجوارهم حلقات ذكر وأخرى للغيبة والنميمة. مظاهر الفوضى التي تربك المتعبدين في بيوت الله وتذهب خشوعهم فاقت مداها، من المساس بحرمة المساجد إلى الاعتداء على الأئمة في المنابر والمحاريب. الإنسان اللي يجي لهنا باش يتكلم في أعراض الناس ولا يتكلم في تجارة ولا يتعامل ولا بلك ولا ربما يدير حاجات اللي تغضب الله، نتمنى أنه يتراجع عليها، ما يديرها لهنا لا في جهة واحدة أخرى. هذا ماشي وين تروح يشوفك ربي. توقيف إمام مسجد سرق ملحقة في وليمة هكذا قالوا، وطرد آخر ضبطوه متلبسا بتركيب المقعر الهوائي في بيته، والقصص الأخرى كثيرة. أغرب حاجة هو أنني كنت أصلي صلاة العيد في الجامع الكبير في المسجد الكبير، فإذا به طلع كذا حتى وصل كي وصلنا بالعصا حاولت نصده لأنني كنت نتكلم، ووصل حتى للدرجة الأولى ولا الثانية، درت كيما كي درت كيما هكذا رفدوه وقلبوا له راسه على الأرض وخرجوه برا بمباشرة وكذا، داروا في المقصور وخلاوه. هناك في الصلاة يعني بعد أن أكملنا الصلاة هناك قام كان رجل مسبوق فرن هاتفه حمله ويكلم صاحبه، قالوا إنني في الصلاة. لا يرفع الصوت يعني من أجل إمام لا يعجبك في قراءتي أو لا يعجبك في درسي تريد أن تنزع، يعني المسجد ليس الحال والشباب. غيظ من فيض وقليل من كثير التجاوزات التي تحصيها وزارة الشؤون الدينية داخل الجوامع في البلاد، فهل تكفي مشاريع القوانين للقضاء على أعراف وتصرفات في بيوت الله باتت منذ زمن طويل أكثر من لصيقة؟